السلام عليكم أعزائي حبايبي، حلقة جديدة من النباتات المنزلية. أتمنى لكم الصحة والعافية، وسلامي وتحياتي وشكري لكافة الأخوة المشتركين والمتابعين والمشاهدين من كافة الدول بدون استثناء. حلقتنا اليوم تتناول نبات جدا راقي، نبات شجرة جدا عظيمة، هي شجرة اعتبروها شجرة المعجزة. شجرة هي شجرة المورينجا، موطنها الأصل الهند وأفريقيا. هذه الشجرة تعتمد على تحتاج إلى جو رطوبة عالية ودرجة حرارة من 25 إلى 35. شجرة المورينجا نجحت زراعتها بالعراق، بس بشرط أخواني أعزائي، هاي نصيحة لكافة الأخوة والأخوات، المورينجا أول سنة ما تزرعها توفر لها لازم حماية بالشتاء، حماية بالصيف. بالشتاء تحاول تخليها بمكان تحميها من انخفاض شديد درجات الحرارة يأثر على شجرة المورينجا، بالإضافة إلى فترة الصيف ما تتحمل درجة المورينجا ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 50 أو 60، لأن احنا نعرف أن درجة الحرارة من ترتفع أكثر من 50 أو 60 الرطوبة تنعدم، فالنبات اعتماده الأساسي بعد التربة والثاني أكسيد الكربون اعتماده على الرطوبة. الرطوبة تعتبر شيء أساسي للنبات، فإذا انعدمت الرطوبة يتأثر النبات ويتأذى. فأنصح الأخوة والأخوات بحالة إذا حبوا يزرعون شجرة المورينجا أن يخلوها تحت النخيل أو تحت الأشجار العالية حتى تتأقلم ويا المناخ شوية شوية إلى أن تقوى وتدفع. بحالة إذا وفرنا لها الظروف المناخية اللي مقاربة لموطنها الأصلي يوصل ارتفاعها إلى 30 متر. أوراق المورينجا تجفف وتشرب مثل الشاي. الفوائد اللي شجرة المورينجا عديدة كلش، يعني يراد لها يمكن حلقة كاملة خاصة بها، يلا نقدر نعددها. من ضمن الفوائد اللي أوراق المورينجا بها فيتامين سي 4 أضعاف الموجود بالبرتقال، وفيتامين أي 4 أضعاف الموجود بالجزر، والكالسيوم 4 أضعاف الموجود بالحليب. فجدا مفيدة جدا ودور فعال بالأكسدة، يعني تحمي الجسم من الأمراض السرطانية، وعدة فوائد أخرى عديدة. المورينجا الأوراق مالتها مفيدة، الساق مفيد، الجذور مالتها مفيدة، بالإضافة لاستخراج الزيوت، وزيت المورينجا يخلط مع العسل الصافي ومفيد لعدة أمراض، بالإضافة إلى يخفض نسبة السكر بالدم ويعالج الكوليسترول أيضا. المورينجا قلنا موطنها الأصلي هو الهند. الهند بها مناطق استوائية، فالنبات المورينجا يحتاج رطوبة عالية ودرجة حرارة شبه متقاربة، يعني من 25 إلى 35. التكاثر بالنسبة للمورينجا يتم من خلال البذور، حتى البذور مالتها تأكل، يتم يعني استخراج الغلاف الخارجي والداخل مالتها تأكل. بحالة زراعة البذور أعزائي حبايبي، يرفع الغطاء الخارجي للبذور ويتم زراعتها من خلال بالتربة بمسافة عقدين. أما بالنسبة للبراعم أيضا تزرع البرعم، تقريبا ثلث البرعم يتم إنباته بالتربة. التربة اللي تحتاجها المورينجا تحتاج تربة مزيجية بين الزميج وبين البوتموس أو أي مادة رملية، تحب تربة سهلة التصريف للمياه. والنبات المورينجا بالنسبة للأصيص أو السندانة، يعني قدح مع خلال أسبوعين كلش كافي، ما يحب السقي الكثير، تتحمل درجات الحرارة بس درجات حرارة معينة. وأتمنى من الجميع أن يستفادوا من هذه الشجرة المفيدة واللي تم زراعتها بالعراق، وأنا ممنون، شكرا جزيلا.